بسم الله، عايزين نعرف في المانج لينكس ايه الفرق بين اوفرلاي واتاشمنت. دلوقتي الفرق ده هيظهر لو كان الملف اللي انا ساحبه لينك جواه لينكات تانية. يعني انا دلوقتي ساحب ملف اسمه ارك لينك موديل، هل الملف ده ليه لوحده ولا في ملفات تانية مسحوب عليه؟ لو اوفرلاي خلاص هياخد الملف ده بس، هو ده اللي هيظهر معايا، ملوش دعوة بالملفات الاخرى. يعني لو ده ساحب مثلا ملف من ميكانيكا وملف من كهرباء وملف انشائي مش هيظهروا عندي. امتى يظهروا عندي؟ لو انا جيت اخترت اتاشمنت، ساعتها هيسحب الملف ده ويسحب بقية الملفات كمان، هيبقوا موجودين معايا في قلب الشغل بتاعي.